راح نقول لك حاجات انت راح تقول لي اسكو درتها ولا ما درتهاش. لا واجد معايا. واجد. 15 سنه حفظت كتاب الف ليله وليله. فعلت تقدر تحكي لنا عليها شويه؟ كنت في الليسي وكانت عندنا المكتبه تاع الليسي، ف رحت واحد النهار وبديت نشوف ما واش ندي كتاب، كان عندنا لا كارت. ما لقيت الف ليله وليله، كنت نسمع به كذا، مي جامي قريته الكتاب. فهو فيه اربع اجزاء. بديت الجزئين الاولين، بديت نقراه، غير بديت نقراه دخلت في الموند هذاك تاع الف ليله، وحبيت نعرف لافون. قدر ندير الجزء الاخير ونقرا ونعرف لافا، لكن لا حبيت نقراهم بالتسلسل. فقريت الجزئين الاولين حطيتهم، وكي نقول حفظتهم سيك حفظت الحكايات اللي فيهم. يعني دوكا ممكن دوكا ما نقدرش نحكيهم، لكن غير نبدا نسمع الحكايه ولا تجيني في راسي تكون نعاود نعرفها وشنو هي. ف كتاب من اجمل القصص يعني الاخرى، لاني وانا كنت مولوع بالقصص والحكايات والحاجات. نروحوا للثانيه. نعم. واجد معايا. كي كنت صغير ولا هي مشي كي كنت صغير خدمت واستقلت من الخدمه وما قلتش لعائلتك؟ كيفاش ماشي استقل؟ لا كي استقلت من الخدمه قلت لعائلتي. كي بديت نقرا في التمثيل اللي ما قلتش بلي، لانه ما كنتش نشوف في روحي في هذيك الخدمه. ما كي ماجينيت روحي في الفيوتير ما شفتش روحي في هذاك المكان. هذا المكان نظن اني او اي واحد يعني يخدم في حاجه ما يحبهاش، وما كنتش نحبها اصلا هذيك الخدمه، لانه كانت ظروف خلاتني نخدم هذاك العمل، لكن ما كانش عندي شغف فيه ولا حب فيه. فاي واحد نظن انه يعمل في عمل ما عندوش شغف فيه اللي كيت سيميو.